بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. درسنا اليوم إن شاء الله لطلاب الصف الثاني ثانوي المادة الرياضيات، القصد الدراسي الأول. عنوان الدرس ومراجعة العمليات على كثيرات الحدود. هذا الدرس من إعداد الأستاذ عبد الحسن. الصوت واضح يا مؤمن وسعادة. اليوم درسنا إن شاء الله هو عمليات على كثيرات الحدود، سيكون في مراجعة لبعض التمارين إن شاء الله. نبدأ نقول خصائص الأسس، نشوف مع بعض، نستعرض الخصائص عندي اللي أستعملها في العمليات على كثيرات الحدود. عندي من الخصائص اللي أقدر أستعملها أول خاصية، خاصية ضرب القوة. خاصية ضرب القوة، يقول لي خاصية ضرب القوة، إذا كان عندك أكسس A زائدا أكسس B تقدر شو تسوي؟ تجمع مين؟ الأسس. ليه؟ لأن الأساسات متشابهة، إذا نقدر نقوم بعملية جمع للأسس اللي هي الـ A زائد الـ B. إذا راح يصير عندي X أس A زائد B. نأخذ عليها مثال، قال لي عندك B تربيع ضرب B أس 9. ألاحظ أمامي إنه الأساسات موحدة، كلها إيه؟ كلها B، أساسات موحدة. إذا أقدر أجمع مين؟ أقدر أجمع الأسس 9 زائد 2 ب 11، 9 زائد 2 ب 11. هذه نسميها خاصية ضرب القوى. وعليكم السلام يا سامية. نيجي الآن نشوف خاصية أخرى اللي هي خاصية إيش؟ قسمة القوى. إذا كان عندي إكسس A على إكسس B، المقام هذا أقدر أرفعه في البسط، يعني المقام هذا اللي هنا أقدر أطلعه فين؟ أقدر أطلعه في البسط، لكن الخطوة اللي أسويها لما أطلع المقام في البسط أغير الإشارة إلى إشارة مين للأس؟ إشارة سالبة. أخلي الأس إشارة مين؟ سالبة. راح يصير عندي X A ناقصا مين؟ A ناقصا ال B، X A ناقصا ال B. وشرط اللي عندي لازم أن تكون الأساسات الأساسات وحدة. نأخذ عليها مثال، يقول لي عندك H أس 6، ال H أس كم؟ 6 على H أس 2. ايش راح اقدر اسوي يا شباب؟ اقدر اقول لهم انه الاتش عندي هنا 6 واطلع سالب 2 في البسط باشاره سالبه، تصير 6 ناقصا كم؟ 6 ناقصا 2، ممتازه، 6 ناقصا 2 اللي هي بكم؟ ب اتش اس 4. ممتاز. طيب عندي هنا الاس السالب، ناخذ مثال او خاصيه الاس السالب. اذا كان عندك اكس سالب A، اكس سالب A هذه مكانها المفروض يكون فين؟ في المقام. اقدر انزلها تحت في المقام، ليه؟ عشان اتخلص من الاس مين؟ عشان اتخلص من الاس السالب. يصير عندي واحد على مين؟ على اكس A، لاني نزلتها تحت في المقام عشان اتخلص من الاس السالب. ناخذ عليها مثال، B سالب 2 ايش راح تساوي؟ انزلها تحت في المقام تصير واحد على B او على Q، عفوا تربيع على Q تربيع. ممتاز. اذا هذه الخطوة فقط عشان اتخلص من الاس السالب اقوم انزلها في المقام. ناخذ خاصية جديدة اللي هي خاصية مين؟ قوة القوة. قوة القوة، ايش يعني قوة القوة؟ اذا كان عندي الاسس مثلا اكس تربيع مرفوع الى قوة مين؟ الى قوة بي، يصير في هذه الحالة انا ايش اقدر اسوي؟ اقوم بعملية ضرب مين؟ نضرب الاسس. ممتاز يا سامية، ضرب مين؟ ضرب الأسس. وهذه الخاصية نسميها خاصية قوة، قوة القوة. ناخذ عليها مثال، عندي دي تربيع الكل أس كم؟ الكل أس 4. في هذه الحالة ايش راح اقدر اسوي؟ اضرب من الأسس في بعض اللي هي 4 ضرب 2 وراح يعطيني دي أس كم؟ دي أس 8. وهذه الخاصية زي ما قلنا قوة القوة. طيب عندي خاصية قوة ناتج الضرب. عندي هنا اكس اس اي الكل اس كم؟ اس اي. اقدر افرقهم، اخلي الاكس اس اي واخلي الواي اس كم؟ اس اي. اقدر افرق كل وحده بالاس تبعها، زي هنا اي بي الكل تربيع، الكل تكعيب، فصلناها عن بعض، خلينا الاي تكعيب الحال وخلينا البي تكعيب هنا مين؟ الحال. ونفس الخاصيه للقسمه هنا، لو كان عندك ار على تي الكل اس 5 نقدر نخلي الار اس 5 الحال والتي اس 5 مين الحال، وهذه ايضا قوة ناتج القسمة. اذا هذه للضرب وهذه للقسمة. واخر شيء عندك القوة الصفرية اللي هي اي حاجة اسها صفر بكم؟ بواحد. اي شيء عندي الاس له صفر بكم؟
بواحد، وهذه هي نسميها قوة الصفرية اللي هي x الصفر يساوي واحد. طيب ناخذ هنا عدة معلومات، ويقول تكون وحيدة الحد في أبسط صورة. متى أقول إنه وحيدة الحد هذه في أبسط صورة؟ عندي أربع أشياء. أول حاجة لا تتضمن قوة القوة، يعني ما يكون عندي كيف يعني 2 أس أو عفوا إكس أس 2 إكس أس 2 الكل أس 4، ما تكون عندي بهذه الصورة اللي هي قوة القوة. إذا ظهرت عندي بهذه الحالة إذا هذه ليست في أبسط صورة. يظهر كل أساس مرة واحدة، يعني ما تكون عندي مسألة إكس تربيع زائدا 3 إكس تربيع. ما دام أنا عندي هنا الأساس متكرر إذا لا لازم أجمعهم مع بعض وأتخلص منها بحيث أن الأساسات تكون مرة واحدة. ثالث شيء عندي تكون جميع الكسور المتضمنة في أبسط صورة، يعني يجب الكسور أبسطها في أبسط صورة، ما تكون مثلا عندي 8 على 4، لا أقوم بعملية تبسيط لها وأقول تساوي كم من الاثنين، يعني أقوم بعملية تبسيط إلى أدنى درجة. آخر شيء لا تتضمن أسسا سالبة، لا تتضمن أسسا سالبة، يعني ما بقي مسألة عندي على 2 إكس أس سالب 2، لا لازم أنزل سالب 2 هذه في المقام، يصير عندي 2 على إكس كم؟ تربيع، لازم أتخلص من الأسس مين؟ السالبة، ما أبقي حاجة سالبة عندي، خلاص؟ ممتاز. ناخذ تدريب ونطبق. اعطاني اول مثال، قال لي بسط كل مما ياتي، واي اس 7 ضرب واي تكعيب ضرب واي تربيع. يلا يا سعاده خذ القلم واعطينا الناتج. يلا معاك القلم يا سعاده، كم راح يساوي الناتج؟ ان شاء الله بتحلون كلكم، ساميه وسعاده وحمراء كلكم بتحلون اليوم. واي زائدا، ممتازه ممتازه، قامت السعاده بعمليه ايه؟ تبسيط، اللي هي ايه؟ جمعت عندي الاسس 7 زائدا 3 زائدا 2 واستنتجت ان الجواب بيساوي كم؟ بواي اس 12. ممتازه يا سعاده، اذا كلام سليم 100%، قامت بعمليه جمع الايه؟ الاسس زي ما قالت ساميه. طيب هنا عندي تي اس 9 ضرب تي اس سالب 8، مين يحل هذا السؤال؟ يلا يا سامية معاك القلم، يلا يا سامية بعدها حمرة إن شاء الله المسألة اللي بعدها، معاك القلم يا سامية. طيب ايش رايكم في كلام ساميه يا حمره وسعاده؟ نقدر نبسطها اكثر من كذا ولا لا؟ نقدر نبسطها اكثر من كذا ولا لا؟ ايش رايكم في كلام ساميه؟ سعاده تقول في نوع من الخطا، نقدر نبسطها اكثر من كذا صح؟ تي اس 9 على 8. طيب ما دام الاسس متشابهه عندي، الاساسات متشابهه يا ساميه، نقدر نجمع مين؟ الاسس اللي هي 9 زائدا مين؟ سالب 8، 9 زائدا بين قوسين سالب 8، راح يصير عندي الاسس بكم؟ 9 مع سالب 8 بتي اس كم؟ 1 اللي هي تي. بكذا يكون جمعنا مين؟ الاسس، قدرنا نجمع الاسس، تمام يا سامي وضحك؟ ممتاز. لو جينا لهذه المسألة كيف نقدر نبسطها؟ هذه المسألة يا شباب نفرق مين؟ الثلاثة، يعني نخليها مع سالب 2 مرة، مع البي مرة، مع السي مرة. طيب سالب 2 أس 3 بكم حتطلع لي؟ حتطلع بسالب 8، لأن سالب 2 في سالب 2 في سالب 2، إذا بسالب 8. بي تربيع الكل أس 3، يعني بي 2 ضرب 3 بكم؟ ب 6، إذا بي أس 6.
هنا سي ثلاثة، سي أس ثلاثة، الكل أس ثلاثة. إذا عندي قوة القوة، إذا نضرب الثلاثة في الثلاثة ممتازة يا سامي بتسعة، إذا سي أس تسعة، وكذا يكون بسطنا هذه المسألة. هنا عندي ثمانية يو بعدين بين قوسين اثنين زد الكل أس ثلاثة. هذه كيف نقدر نبسطها؟ ثمانية يو ما نقدر نسوي فيها شيء، تنزل زي ما هي. الاثنين هنا نخليها أس ثلاثة لحالها، والزد أيضا أس ثلاثة. طيب اثنين أس ثلاثة بكم يا شباب؟ اثنين في اثنين في اثنين يعني بثمانية، ثمانية ضرب ثمانية اللي برا بكم؟ وهذه الأربعة وستين نزلت، واي نزلت، والزد تكعيب نزلت زي ما هي. واضحة يا شباب هذه المسألة؟ نعيدها مرة ثانية وتمام، واضحة ممتاز ممتاز. طيب لو جينا لهذه المسألة وقال لي بسط هذه المسألة، 12 على سالب 9 عفوا 12 5 ام اس 5 واي اس 6 على سالب 9 ام واي اس 4. يلا يا حمراء معاك القلم، حمراء يلا معاك القلم، اعطينا الحل. ممتازة ممتازة، هذه حمراء سالب تسعة وليست اثنين صح؟ اللي هنا بسالب تسعة، ممتازة تمام. طيب ايش راح يصير عندي؟ سالب ستة ام اربعة واي اس كم؟ سالب 12 على كم؟ على 9 4 ممتازة على 3 صح؟ 12 على كم؟ على 9، يعني اختصارها يا حمراء اللي هي 12 هنا على 9 يعني تساوي كم؟ ال 12 3 في 4 صح؟ وال 9 3 في 3، إذا الثلاثة راحت مع الثلاثة بقي عندي كم؟ 4 على ثلاثة، إذا كلامك سليم. أربعة على كم يا حمرة؟ أربعة على الثلاثة، ممتازة. لكن لا ننسى الإشارة مين؟ السالبة ام اس 4، ممتازة 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 يا حمرة. واي اس كم؟ ها انت ركز هنا، واي اس 6 واي اس 4 انت كتبت هنا 2، شايفة؟ شايفة يا حمرة اللي حطيت لك عليها مربعات؟ ممتازة. إذا الجواب ايش راح يكون عندي؟ إذا أنا أكتب لك معك الجواب، ممتازة يا حمرة، بس أنت عندي كانت مشكلة في الواي، يعني راح يطلع عندي هنا واي أس 4 وهذه الثلاثة زي ما قلت رايحة مع الثلاثة، إذا بقي 4 على سالب 3 وهذا الكلام اللي كتبتيه كلام صحيح. إذا الجواب عندي 4 على 3 كم؟ ام اس 4 واي تربيع. أنت كان عندك هنا مشكلة بس فقط اللي هي مين؟ لأنك أنت ما أخذتيها مضبوط، أخذتي 6 وأخذتي بدالها 2 وهي كانت 4، المفروض 6 ناقصا 4 ب 2، وكلامك صحيح ممتازة. طيب مين يحل معايا هذا السؤال؟ عندي 5 دي تربيع، تي اس 5 واي في اس سالب 4، والقوس الثاني سالب 5 دي تربيع، تي اس 3 سالب 3 واي اس سالب 1. اول خطوه عندي يا شباب نمسك مين؟
الأربعة والخمسة، لأن بنضرب الأربعة في مين؟ في سالب خمسة، ضربنا الأربعة في سالب خمسة، الدي نجمع أسسها، هنا اثنين وهنا كم؟ اثنين، إذا ها دي اثنين زائد اثنين، التي هنا خمسة وهنا سالب ثلاثة، إذا تي خمسة زائد مين؟ سالب ثلاثة، الفي هنا بسالب أربعة وهنا بسالب واحد، هذه السالب واحد ونزلت، الآن نبسط، أربعة في سالب خمسة بسالب عشرين، دي اثنين زائد اثنين، إذا دي أس أربعة. تي هنا خمسة ناقصا ثلاثة، إذا تي أس كم؟ تي تربيع. آخر شيء هنا في سالب أربعة مع سالب واحد، ما دام الاثنين كلها سوالب إذا نجمعهم مع بعض بإشارة سالبة، راح يطلع عندي سالب كم؟ سالب الخمسة، راح يطلع عندي سالب الخمسة، ممتاز. طيب الآن إيش نسوي؟ اللي إشارته في الموجبة راح يبقى مين؟ في البسط، واللي إشارته سالبة لازم ينزل فين؟ في المقام. مين إشارته سالبة عندي؟ والله البي أس سالب خمسة إشارتها مين؟ إشارتها سالبة، إذا هذه راح تنزل فين؟ في المقام، وهذه كل في البسط، ممتاز. نشوف مع بعض مثال آخر، يقول لي هنا أيا مما يأتي يكافئ هذه العبارة 14 على إكس أس 4 واي قسمة 12 على إكس أس 3 واي أس 5. عشان نبسط هذه العبارة ونشوف هل إجابتها A B C أو D، إيش راح نسوي؟ راح أقول له 14 على 12، هذه نقسمها لحالها، الإكس اللي فوق 4 واللي تحت لما نطلعها فوق إيش راح يصير؟ سالب كم؟ ها سالب 3، الواي فوق بي 1، ولما نطلع المقام حيكون كم؟ بسالب 5. إذا أنا عندي 14 على مين؟ على 12، إكس 4 ناقص 3 يعني إكس لحالها، واي 1 سالبا 5، 1 سالب 5، إذا واي بسالب كم؟ سالب 4. طيب 14 على 12 أقدر أختصرها ولا لا؟ 14 قسمة 12 نقدر نختصرها ولا ما نقدر؟ نقدر نختصرها، ليه؟ لأن ال 14 هي 2 في 7 صح؟ وال 12 كم في كم؟ 2 في 6، إذا ال 2 تروح مع مين؟ مع ال 2، إذا يبقى عندي 7 على 6، إكس واي أس كم؟ السالب 4. هل في من الخيارات نفس هذه المسألة؟ ما في، ليه؟ لأنه بعض الخيارات الواي هذه ينزلوها في المقام، صح ولا لا؟ الواي لازم تنزل في المقام، إذا تصير عندي 7 وكنا، والواي والستة تحت. هنا إكس فوق وسالب واي أس سالب 4 تنزل في المقام تحت، تصير واي أس كم؟ تصير واي أس الأربعة، وهذه الإجابة هي الإجابة رقم كم؟ زي ما قالت سامية هي الإجابة B، هي الإجابة B، ممتازة يا سامي. طيب مين معايا يبسط هذه العبارة؟ 3 إن تربيع زائدا 1 زائدا 8 إن تربيع ناقصا 8، أول خطوة عندي أكتبها كلها مع بعض، 3 إن تربيع زائدا 1 زائدا 8 إن تربيع ناقصا كم؟ ناقصا 8. طيب الآن شو تسوي؟ أجمع المتشابهات، ممتازة يا سامية، تجمع مين؟ المتشابهات، إذا هذه نجمعها مع ذي، 8 إن تربيع زائدا 3 إن تربيع بكام؟ ب 11، إذا 11 إن تربيع زائدا 1 مع سالب 8 بكم؟ بسالب 7، إذا الجواب عندي راح يكون كالتالي، 11 إن تربيع سالب 7، ليه؟ لأنه إيش سوينا نحن؟ فكناها كلها على بعض، جمعنا المتشابه زي ما قالت سامية، بعد كذا طلع عندي الجواب 11 إن تربيع ناقص 7. طيب في هذه المسألة مين يقدر يقول لي؟ راح تنزل أول شيء البسط زي ما الكسر الأول القوس الأول زي ما هو، اللي هو 6 دبليو ناقص 11 دبليو تربيع. الآن أغير الإشارات صح ولا لا؟ سالب في 4 إلى سالب 4،
سالب في 7 دبليو تربيع الى سالب 7 دبليو تربيع. طيب مين المتشابه الان عندي؟ نجمع مين المتشابه، صح ولا لا؟ نجمع المتشابه اللي هي سالب 11 دبليو تربيع مع سالب 7 دبليو تربيع. التربيعات ممتازة يا سعادة. نجمع الدبليو تربيع، كم راح يصير عندي الدبليو تربيع؟ او حطيناها في قوس لحالها، راح يطلع عندي بسالب 18 دبليو تربيع زائدا 6 دبليو ناقصا كم؟ ناقصا 4. ممتاز. احد عنده اي سؤال فيما مضى يا شباب في هذه الاسئله؟ كلها سهله؟ حلوين. نشوف هذا المثال. مين يقدر يحل لي هذا المثال؟ سالب 4 اكس ربيع زائدا 2 اكس زائدا 3. بعدين سالب 3 مضروبه في 2 اكس تربيع ناقص 5 اكس زائدا 1. انا بديك يا حمره تحليها، لكن ببسط لك شغله واحده. راح القوس الاول بينزل زي ما هو، سالب 4 اكس تربيع، صح ولا لا؟ زائدا 2 اكس زائدا كم؟ زائدا 3. القوس الثاني لازم نضرب سالب 3 في الاول، يعني حيطلع عندي بكم؟ بسالب 6 اكس تربيع. سالب 3 نضربه في القوس الثاني، صح ولا لا؟ حيطلع عندي بكم؟ بموجب 15 اكس. واخر شيء عندي سالب 3 في موجب 1 بسالب 3. يلا خذ القلم وكمل المساله يا حمره. وعليكم السلام ورحمه الله يا روان. كمل المساله يا حمره، اعطينا الجواب. ايش تسوي الان؟ هتقومي بجمع الاشياء المتشابهه اللي هي مين ومين، حددين على المتشابه. سالب 6 اكس تربيع مع سالب 4 اكس تربيع، يعني بكم؟ سالب وسالب، يعني نجمعهم باشاره سالبه، يعني حيكون بكم؟ ايوه حيكون بسالب كم؟ سالب، ايوه سالب 10 اكس تربيع. ممتاز. اشطب اللي استخدمناه الان، اللي استخدمناه اشطبي عليه وقول ايوه. ايش بدي عندي الان؟ 2 اكس مع مين؟ حلوين. اذا بكم راح تطلع هذه؟ ب 17 اكس. ممتازه. طيب اللي استخدمناه نشطبه، ايش بقي عندي؟ موجب 3 وسالب 3، اذا هذه الاثنين بتروح مع بعض، صح ولا لا؟ هيا موجب 3، هذه الاثنين بتروح مع بعض، يعني موجب 0، اذا ما نكتبها هذه، صح؟ اذا جوابك الصحيح ايش راح يكون يا حمره؟ ايش راح يكون؟ اشري على الجواب. ممتاز. اذا كلام حمره كلام سليم، واجابتها مين؟ اجابه ب. ممتازه يا حمره، كلامك صحيح 100%. طيب نجي لهذه المساله. دبليو زائد 2 تي في القوس الثاني، دبليو تربيع ناقص 2 دبليو تي زائد 4 تي تربيع. اول خطوه عندي حنمسك الدبليو نضربه فين؟ في القوس الاول. ونمسك الاثنين تي ايضا نضربها في القوس مين؟ الاول، يعني نمسك كل عنصر هنا نضربه في التي، ونمسك كل عنصر ايضا ونضربه مين؟ في القوس هذا الثاني. ممتاز. ايش راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي هذا القوس، ليه؟ لانه الدبليو في دبليو تربيع بدبليو تكعيب. الدبليو في سالب 2 دبليو تي راح يطلع عندي سالب 2 دبليو تربيع تي. بعدين نبدا نمسك الاثنين تي، 2 تي خلاص؟ عفوا باقي 2 تي في 4 هنا، اذا 2 تي في 4 تي، دبليو في 4 تي تربيع بكم؟ ب 4 دبليو تي تربيع، خلصنا من الدبليو، نمسك 2 تي، 2 تي في دبليو تربيع، اذا 2 دبليو تربيع تي، 2 تي في 2 دبليو تي، 2 في 2 ب 4، صح ولا لا؟ هذه الأربعة، والتي في التي تي تربيع، والدبليو نزلت زي ما هي، آخر شيء. 2 تي في 4 تي تربيع، 2 في 2 2 في 4 ب 8، والتي في تي تكعيب في تي تربيع حيطلع الجواب تي تكعيب. طيب الآن نجمع المتشابه. مين المتشابه عندي؟ هذه مع هذه، ونحطها بالألوان، ونجمع مين ومع مين؟ نجمع هذه وهذه، صح ولا لا؟ هذه نجمعها مع مين؟
مع دي، وهذه الاثنين حتروح مع بعض. ليه؟ لان هذه سالب اثنين دبليو تي، وهذه موجب اثنين دبليو تربيع تي، اذا حتروح مع بعض مع الموجب. وعندي هنا ايضا اربعة دبليو تي تربيع راح تروح مع سالب دبليو تي تربيع. ليه؟ لان هذه سالب موجب، اذا حتروح كلها مع بعض. ايش يبقى عندي في هذه المسألة؟ اللي باللون الازرق ينزلها زي ما هي، اللي باللون الازرق اللي هي دبليو تكعيب زائد المين 8 تي تكعيب. هذه شوفوا استبعدناها، شوفوا هذه اشارتها مين؟ سالبه، وهذه اشارتها موجبه، اذا هذه تروح مع هذه. هنا هذه اشارتها موجبه وهي نفسها هنا اشارتها سالبه، اذا ذي راحت مع ذي. بقي ذي نزلت هنا، وبقي هذه ايضا نزلناها هنا. ممتاز. ناخذ مثال اخر. اكس تكعيب زائد 3 اكس، اكس ناقصا 1. يلا كيف نحل هذه المساله؟ يلا يا سعاده معاك القلم. اكس تكعيب ممتازه، بعدين اكس تربيع في سالب 1 في سالب اكس تربيع. ممتازه يا سعاده. ايش راح يطلع بعد كذا؟ موجب 3 ايوه اكس، بتحلين ان شاء الله يا روان بعدها. ممتازه. ناقصا كم؟ 3 اكس. حلوين. الان ايش راح تسوي يا سعاده؟ ايوه ايش راح تطلع هذه؟ وهذه تنزل. ممتازه. هنا اكس تكعيب حلوين ناقصا 2 زائد 2 اكس تربيع. ممتازه. وراح ينزل اللي عليك كتبته خط انتي. ايوه سالب 3 اكس. يا سلام. اذا اجابتك الصحيحه هي الاجابه رقم كم يا سعاده؟ جي صح؟ ممتازه يا سعاده، اذا كلامك صحيح 100%. كلام سعاده صحيح، اذا الاجابه الصحيحه زي ما قالت هي الاجابه دي. ممتازه يا سعاده، ممتازه. ممتازة. يا الله هذه المسألة ايش رايكم فيها؟ روان مين يحلها؟ روان قالت بتحل المسألة اللي بعدها. يلا يا روان انا ببسط لك اياها يا روان عشان الوقت، بعطيك الخطوة الأولى بعد كذا تبدأ تكملي معانا. خلاص يلا. الخطوة الأولى ايش قال عندي؟ 3 بي نضربها في القوس الأول، و2 بي نضربها أيضا في مين؟ في القوس الثاني. يا سلام. يعني 3 بي نضربها فينا هذه في الاول، بعدين نمسك 3 بي نضربها في سالب 1، 2 بي نضربها في البي، و2 بي نضربها في كم؟ نضربها في 3، وراح يطلع عندي هذا القوس. يلا يا روان كملي معايا، هذا القلم معاك وكملي. يلا. ايش راح تسوي الان؟ نمسك الحدود المتشابهه. ممتازه. حددنا على الحدود المتشابهه. 8 بي تربيع، تمام يا روان. بعد كذا سالب، ايوه ممتاز. اذا راح يطلع سالب ولا موجب؟ عندي 6 بالموجب و3 بالسالب، الاكبر بالموجب، اذا الاشاره حتفضل اشاره موجبه. موجب 3 بي، ممتازه. اذا موجب 3 بي، كلامك صحيح 100%. اذا راح يبقى عندي كم؟ 8 بي تربيع زائد 3 بي، اذا كلام روان كلام صحيح 100%. طيب ناخذ مسألة أخرى ونشوف مع بعض. يقول لي استأجر سلمان عاملين لاطلاء منزله، فإذا تقاضى الأول 12 ريال عن كل ساعة، يعني كل ساعة عمل ب 12 ريال. خلاص؟ يعني عدد ساعات العمل الاول باكس، تمام؟ وساعات عمل الثاني، قال الثاني 11 ريال، واحتاج 15 ساعة، واحتاج كم ساعة؟ 15 ساعة. إذا العامل الأول كلفني كم؟ 12 ريال، العامل الثاني كم كلفني؟ ساعات الأول في كم؟ في 15 ناقصا كم؟ اكس، لانه هذا المباشر اعطاني كل ساعه عمل هيقضيها ب 12، هنا ليه؟ قلنا 15 ناقص الاكس وضربناها في 11، لانه هنا الكل كان كم؟
احتاج المنزل الى 15 ساعة دلاء. اذا راح تكون عندي يا شباب التكلفة الدلاء يعني الكاملة تكلفته كم؟ 12 اكس الاول زائد 11 في كم؟ 15 ناقص اكس. نقدر نبسطها اكثر صح ولا لا؟ 11 في 15 بكم؟ ب 165. 11 في سالب اكس بسالب 11 مين؟ بسالب 11 اكس. طيب نجمع الحدود الان مين؟ المتشابهة. نجمع الحدود المتشابهة اللي هي 12 اكس مع كم؟ مع سالب 11 اكس. اذا 12 مع سالب 11 اذا راح يبقى موجب كم؟ موجب اكس وحدة اللي هي اكس وحدة. و165 اذا راح تنزل زي ما هي 165 ما عندي اي مشكلة فيها اذا راح تنزل زي ما هي تمام. طيب نشوف مراجعة لكلام اليوم. اذا اخذنا في بداية هذا الدرس اللي ما حضرها خصائص الاسس وقلنا عندنا ضرب القوة قسمة القوة الاسس السالب قوة القوة بعدين اخذنا قوة الناتج للضرب وقسمة والقوة الصفرية. قوة الضرب اللي هي قوة ضرب القوة ايش نقصد بضرب القوة؟ نجمع الاسس اذا كانت الاساسات مين؟ متشابهة. نجمع الاسس اذا كانت اساساتي متشابهة. طيب قسمة القوة نقدر نطلع تحت اللي في المقام الى البسط ولكن نخلي الاشارة مين؟ نخلي الاشارة سالبة. الاسس السالب اذا مثلا اذا عندي اكس السالب ايه؟ اقدر انزلها تحت في المقام واخلي الإشارة الاس اشارة موجبة. قوة القوة اذا كان مثلا عندك اكس اس ايه الكل اس كم؟ الكل اس بي. اذا نقدر نضرب الايه في البي زي هذا المثال عندك دي تربيع الكل اس كم؟ اس اربعة. اذا تقدر تضرب الاسس اللي هي اثنين في كم؟ في اربعة يطلع عندي الجواب بثمانية. قوة الناتج الضرب وناتج القسمة نقدر نوزع مين الاسس على الاساسات. وزعنا الاسس على مين؟ على الاساسات. اخذنا الاكس الاكس معاها مره الاس الايه والواي اخذناها مره ايه؟ الاس الايه. يعني وزعنا الاسس على مين؟ على الاساسات. وايضا في ناتج قوه القسمه عندك اكس على واي الكل اس ايه. اذا فرقنا مين؟ الاسس خليناها مره مع الاكس ومره مع مين؟ مع الواي. وزعناها نوزع مين؟ الاسس. اخر شيء القوه الصفريه اللي هي اكس الصفر اي شيء اس صفر بكم؟ بواحد. اي شيء اس صفر بواحد وهذا نسميه القوه مين؟ القوه الصفريه. بعدين قلنا متى تكون وحيده الحد في ابسط صوره؟ يجب ان لا تتضمن قوه. لا يجب ما تتضمن قوه القوه، يعني مثلا اكس اس 2 الكل اس 3 يجب ان ما تكون فيها هذه الصوره. اذا كانت فيها هذه الصوره ما تصير ايه؟ مبسطه. يجب ان نتخلص منها. يقول لي يظهر كل اساس مره واحده، يعني الاساسات يجب ان تكون مره واحده. اخر شيء تكون جمع الكسور المتضمنه في ابسط صوره، يعني مثلا ما اخليها 6 على 2، لازم ابسطها. اخر شيء لا تتضمن اسس سالبه، يعني اذا كان عندي اس سالب لازم انزله تحت فين؟ في المقام، انزله تحت في المقام. اذا هذه الاربع صور يجب ان لا تكون موجوده لما يقول لي بسط مين؟ وحيده الحج. احد عنده اي سؤال او استفسار عن هذا الدرس يا شباب؟ ان شاء الله اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله.